بعيداً عن أجواء الشواطئ، اختارت مجموعة من الشباب أن يكون واد أجرور بزيامة منصورية وجهتهم لممارسة التجوال السياحي على ضفاف الوادي وقضاء قسط من الراحة والاستجمام. هذه الجولة السياحية لمسافتها 14 كيلومتر جولنا فيها مختلف المناطق السياحية هنا بزيامة منصورية. هي منطقة جميلة وجميلة جدا، يعني تستاهل الناس يجيوا يشوفوها ويزوروا. احنا نجيو للواد هذا، يعجبنا الكالم، قاعدة الهواء نقي، نجيبوا العائدة الأولاد، نتبعوا شوية لامونطان، الجبال، الويدان، كاين بلايص بزاف شابين ملاح. مكان ساحر جدا، يعني فيه أشجار خضراء على العام. هذا الواد على غرار عديد الأودية اللي في ولاية جيجل يجري طوال أيام السنة. دي فون نحبوا الويدان باسكو لانه الويدان تنكش فيها شويه سخانه، تكون درجه الحراره منخفضه، يعني واحد يحس بالانتعاش هنايا. صرخه استغاثه وجهها المشاركون في هذا التجوال لكل من يرتاد هذا المكان لحثهم على ضروره الاعتناء والحفاظ على البيئه. الناس اللي يجيو يزوروا المنطقة هذه ما يخليوش الأوساخ تاعهم، خاصة النفايات البلاستيكية، النفايات العضوية معليش راهي تحلل في الطبيعة، ولكن النفايات البلاستيكية اللي لازمها سنوات وسنوات وربما قرون باش تحلل، لازم يشوفوا حل باش يديو لي ساكون بلاستيك والقارورات إلى غير ذلك معهم. وكيما يصيبوا المكان يخليو المكان كذلك، النار إذا كان شعلوا النار باش داروا باربيكيو ولا داروا شواية ولا يطفيوها ويتأكدوا باللي طفات. للأسف الشديد الرواد لمثل هذه الأماكن أصبحوا لا يبالون، يعني يرميوا في النفايات البلاستيكية في الأكياس البلاستيكية وكلها نفايات هامدة ما راحش تحلل لمدة قرون وقرون. نتمنى إن شاء الله تكون فيها حلول باش أنه أقل شيء نحافظوا على هذه الأماكن تبقى للجميع مكان للراحة للاستجمام ولا وللتجول. تبقى مثل هكذا خرجات طريقة مثلى لترقية السياحة الجبلية ومتنفسا من شأنه أن يعطي طاقة معنوية وراحة نفسية للزوار.